بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، سأحدثكم اليوم عن قصة عظيمة وجميلة ورهيبة، وبإذن الله تعالى ستكون نافعة ودافعة لكل من يسمع بهذه القصة. القصة باختصار هي قصة امرأة عانت لسنين من السحر، عذاب وضيم وعذاب في المنام، عذاب في المعيشة، عذاب في الجسم، آلام، أوجاع، مشاكل، اختناق، تساقط في الشعر وغير ذلك. عانت الأهوال ورأت المصائب من هذا السحر والشيطان الذي أصابها، وعالجت كثيرا وذهبت إلى رقاء وهي اجتهدت، ولكن سبحان الله لم ييسر الله سبحانه وتعالى لها الشفاء. وفي يوم من الأيام طلبت هذه الأخت، طلبت من أختها الثانية أن تعمل لها الحجامة، وبالفعل عملت لها الحجامة. وأول ما بدأت تعمل لها الحجامة أغمي عليها، هذه المسحورة التي هي يعمل لها الحجامة، أختها تعمل لها الحجامة. فهذه المسحورة عندما وضعوا عليها كؤوس الحجامة مباشرة فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة، وسبحان الله كان التعرق ينزل منها كأنك تصب الماء عليها صبا، ينزل منها تعرق ليس بالقليل، ليس بمقدار أكواب وكؤوس، بل بمقدار لترات كثيرة، لدرجة أن يعني أن الجسد يفيض ماء، أن الأرض التي تحتها صار فيها ماء كأنك قد سكبت الماء. والأخت تحدثني شخصيا قالت والله وأنا أغمي علي وأنا أسمع كأن رجلين، صوتين، أحدهما يقول للآخر، يقول له هل نخرجه أم نقتله، فيرد عليه الآخر ويقول بل نقتله. قال وكأنهم، المرأة تقول لي، قالت وكأنهم أتوا بحبل متين ثم وضعوه في رقبة خادم السحر الشيطان الذي في جسدي، وبدأوا يخنقونه بقوة وهو يصيح ويتحرك بقوة ويطلب النجدة ويقول خلاص اتركوني أنا سأخرج، والله سأخرج. ولكن جنود الله ضيقوا عليه أكثر فأكثر، تقول وهو كالذبيح يصيح ويسفر والأنفاس تتصاعد وهو كأنه قد ذبح، يعني ذبحا بشعا، لأنه يسفر بقوة ويستغيث ويصيح. ولكن جنود الله أحكموا القبضة عليه. قالت ولا زالوا به يخنقونه ويعذبونه، وصياحه يعني لو كان في الواقع لكان كأنه يشق الأرض شقا. قالت ومدة بسيطة من الزمن ثم سبحان الله اختفى الصوت، وشعرت به كيف أنهم قتلوه وكيف أنهم أعدموه، كأنه إعدام في الواقع ولكن إعدام من أشد الإعدامات. قالت وصحوت وجلست وإذا أنا بأهلي يبكون علي ويرشون علي الماء، يا فلانة يا فلانة، وأنا والله في فرح عظيم، ولكن شعري عندما هكذا يعني مسكته بيدي ينزل منه الماء يصب صبا، ونظرت إلى الأرض وفيها ماء، وجسدي متعرق كأنه أحد يعني سكب علي كميات من الماء. قالت ولكن الآلام والشد الذي في جسدي وكل شيء انتهى، وبفضل الله سبحانه وتعالى رجعت خفيفة، رجعت إلى عباداتي وإلى حياتي، وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى شفيت منذ ذلك اليوم وإلى الآن، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى، أقول الحمد لله.
الحمد لله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا عباد الله، هذه القصة يعني عبرة لنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والفرج سيأتي من حيث لا تحتسب. الفرج هو رزق من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا هذه القصة نستفيد منها أن يا عباد الله عليكم بالحجامة، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بها خاصة في الرأس، في اليافوخ، وفي الأخدعين، وفي الصدغين، وفوق المعدة، وأسفل البطن، وأسفل الظهر، وفوق الركبتين، وفي كفي القدمين، وفي كفي يعني اليدين. الحجامة لها نفع عظيم جدا. أتمنى من كل أخ أو أخت سمع هذا المقطع ويعني استفاد من هذه القصة واتعظ منها وفرح بها، أتمنى أن تشاركوا هذا المقطع في كل مكان تستطيعون أن توصلونه إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرنا وأجركم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.